انتهينا اذا من 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 الواجب، ناتي الى ماذا؟ مندوب. تمام. المندوب لغه المدعو، يقول انتدبت الجامعه، اي دعت الجامعه فلان، واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. تمام. بالثمره ما يثاب فاعله امتثال، و ولا يعاقب تاركه، لم يقل اصلا ولا يستحق لانه لا عقاب اصلا. تمام. طيب ناتي الى بعد هذا يا اخوان، ويسمى ويسمى المندوب سنه ومسنون ومستحبا ونافله، شيء واحد، مفهوم؟ نعم. الثالث المباح لغه المأذون فيه. تمام. واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به امر واجب ومندوب ولا نهي محرم ومكروه لذاته، خرج به ما لو تعلق به امر خارج عنه، كان يكون وسيله لمحرم فهو محرم، وسيله لمندوب فهو مندوب، وسيله لواجب فهو واجب. شراء الطيب، حكم شراء الطيب مباح، لكن أراد أن يتطيب ليوم الجمعة أصبح الآن شراء الطيب مستحب، شراء الماء مباح، لكن أراد أن يتوضأ أصبح الشراء الآن واجب، مفهوم؟ وعلى هذا نعم. لا بقي يا رجل، ويسمى حلالا وجائزا. بعد هذا مكروه المبغض لغة، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. طيب ثمرة، الثمرة ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعل، ويسمى مكروها ومبغضا. طيب بيبقى معنا المحرم، محرم الممنوع والمحظور لغة، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، صح؟ ثمرة ما يعاقب فاعله ويستحق العقاب ما يثاب تاركه امتثال، كيف ولا يستحق العقاب؟ ويستحق العقاب فاعله، صح؟ تمام. ويسمى محرما وحراما. طيب نعم اقرأ له. قال رحمه الله: الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك في العقاب. نعم. والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. هذا الاصل، لكن قد يخرج عن الاصل، كان يكون وسيله الى محرم فهو محرم، مثلا شراء العنب مباح لكن يشتري العنب من اجل صنع الخمر مثلا، فهذا محرم الان اصبح شراء العنب. نعم. وضابط المكروه عكس ما يبيح، كذلك الحرام عكس ما يبيح. وهذا اسهل ما يكون، تقول الواجب ضد المحرم والمستحب ضد المكروه، وبضده تتبين الاشياء. نعم. وضابط الصحيح ما تعلق به المطلقة. الصحيح لغة السليم من المرض، وضده السقيم، صحيح؟ نعم. والصحيح اصطلاحا ما يا اخواننا الصحيح ايش قال هنا؟ قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. نعم، نفوذ او اعتداد مطلقا. نعم. الآن الذمة فارغة، وعندما أذن الآن أصبحت مطالب بالصلاة، فإذا أديت الصلاة سقط عني المطالبة. نعم. فالصحيح من العبادات، والصحيح من العقود عندنا، الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثار فعلي عليه، خلاص؟ نعم. قال عبادة أو عقدا.
الآن قلت للشيخ تبيعني الكتاب؟ قال نعم. بكم؟ بعشرة. أخذ العشرة وأخذت الكتاب، البيع صحيح وافترقنا. جاء بعد العصر وقال لا، البيع باطل. نقول لا، هذا البيع صحيح، وأنت تدعي البطلان لابد من الدليل، صح؟ قال في المسجد البيع باطل. نعم صحيح، مفهوم؟ تمام. صلينا الآن الفجر ولله الحمد، عندما أذن الذمة كانت فارغة واشتغلت بالصلاة الآن. قال برئت به الذمة عندما صلى وسقط، ما يطالب أحد بالصلاة. الشيخ قال لا تعيد. أقول ما أعيد. قال تعيد، لم تركع. إذن لابد من الإعادة هنا لأنه ترك ركن. نعم. والفاسد الذي به لم تعتقد ولم يكن بنافذ إذا عقد. نعم خلاص، أخذنا الصحيح من العبادات والصحيح من العقود مثلنا، وفاسد من العبادات صلى بغير وضوء أو صلى بترك ركن من الأركان، والفاسد من البيوع باع في المسجد أو باع ما لا يملك. نعم. قال رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يفس. لا نذكر شيء، الفاسد والباطل بمعنى واحد، لو قال صلاتك فاسدة يعني باطل، أو باطلة يعني فاسدة. إذن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، يفرق بين الفاسد والباطل في موضعين. الموضع الأول في النكاح، عندنا نكاح مختلف فيه، النكاح بغير ولي، وجد هذا الخلاف عند البعض، فجاءنا الشيخ قال تزوجت بغير ولي، نقول هذا النكاح فاسد لا باطل. لماذا؟ قال لأن هناك قول، فما نستطيع نحكم بالبطلان، نحكم بالفساد. طب إيش أصنع؟ قال تصنع ترجع إلى الولي وتعيد العقد حتى يصبح العقد صحيح، مفهوم؟ تمام. أيضا عندنا المهم، هذا مثال. المثال الثاني، الثاني في الحج، ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، هل نقول هذا الحج باطل؟ لا، لأنه لو قلنا باطل يعني يمشي، وفاسد يعني يلزمه إتمام الحج ويلزم الحج من قابل وعليه بدنه وعليه الإثم، صح؟ أي نعم. لكن لم يقف بعرفة وخرج وقت الوقوف بعرفة فحجه باطل، مفهوم؟ إذن فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين، في الحج ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والثاني في النكاح، مفهوم؟ عند من؟ عند الحنابلة. نحن ندرس الآن هنا على مذهب الحنابل، مع أنه قال الشافعي رحمه الله تعالى وكذا. نعم. قال رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه هو أخص. نعم، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني 100%. اسمع أخي معي، عندنا نسبة مئوية معروف، هذا أسهل ما يكون، أسهل من التعريف. لا، الذي تدركه 100% هذا ما هو؟ علم يقين، صح؟ نعم. وعندنا القول الراجح من 51% إلى 99%، تمام. 50% 50% شك، استوى الماء والخشب، تمام. من 1% إلى 49% قول مرجوح يسمى ظن، 0% يا إخوانا خليكم معي جهل، جهل بسيط. تحت الصفر أعيد، جهل مركب، تمام. إذا 100% هذا علم يقين 100%، من 51% إلى 99% قول راجح يسمى ظن، طيب 50-50 شك،
1% على 49% قول مرجوح وهم، 0% جهل بسيط، تحت الصفر جهل مركب. أنواع التوحيد 3، الله ربنا كم بالمئة؟ 100%. اللي يشك في هذا كافر يا رجل. نعم. طيب أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، نقول عندنا قول راجح، ظن من 1% إلى 99%. أكل لحم الجزور غير ناقض الوضوء قول مرجوح، ظن من 1% إلى 49%. قال هذا الأخ والله لا أرجح، لا أستطيع الترجيح، عندي هذا القول قوي وهذا القول قوي، استوى الماء والخشبة، كم شك؟ 50% 50%. قال لا أدري، كم؟ 0، جهل بسيط. قال ومن قال أن الإنسان يتوضأ إذا صلى؟ نقول هذا جهل مركب تحت الصفر، مفهوم؟ من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، من رام العلوم بغير شيخ. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد هذا جاء العلماء، والعلماء ورثت الأنبياء وورثوا العلم، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلف الصالح درس العلوم، صح؟ بعض الناس لا يدرس، يعتمد على جوجل في طلب العلم. قال من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه فيها حتى يصير أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. كان يعني يدعي العلم توم مثلي، مفهوم؟ أي نعم. وكان يفتي الفقراء أن يأتوا بالبنات ببناتهم وتصدقوا بهن على الفقراء دون صدق، وردوا عليه. جاء واحد وقال، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر ما كنت أركب. سبحان الله، هذا ما يصح في العقيدة، صح؟ يقول هذا أكرمكم الله حمار وأخلى، يعني في العقيدة يقول لو أنصف الدهر مسبة الدهر، ما يمكن يقال هذا. يقول مع هذا أحسن من من؟ من توبة، مفهوم؟ لو أنصف الدهر ما كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، مفهوم؟ نعم. نعم الآن يقول العلم وكذا. نعم، عندنا الفقه خاص والعلم عام، يشمل كل العلوم، علم الفقه وعلم الحديث وعلم الجغرافيا وعلم الفيزياء وعلم الكمبيوتر وغير هذا. نعم. قال رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما بل الفقه وخص. نعم. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحدوم. نعم. والجهل كل عندنا ثلاثة أنواع للعلم، علم يقين وعين يقين وحق يقين. الآن والله ما نشك في وعد الله سبحانه وتعالى بالجنة، هذا علم يقين. يوم القيامة نرى الجنة، هذا عين يقين، ونسأل الله من فضله إذا دخل أهل الجنة الجنة، ونسأل الله أن نكون منهم يا رب. أصبح الآن حق يقين. أنت بغالك مثال ثاني إن شاء الله أعطيك عصا بعد الدرس، هذا علم يقين، وإذا رأى العصا عين يقين، وإذا ضربت حقيقي، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. ذكرنا الجهل. نعم. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا ومركبا قد سمي، وذكرنا البسيط والمركب. نعم. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. يقول هذا في مبالغة، وإحنا ذكرنا الجهل البسيط يقول لا أدري، جهل المركب على خلاف الوجه الذي هو عليه. نعم. والعلم إما باضطرار نحصل أو باكتساب حاصل، فالحاصل فالأول. العلم قال إما علم اضطراري أو مكتسب، عندنا علم ضروري وهو ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو الذي يدرك بالحواس الخمس، الله ربنا، مفهوم؟ أي نعم. تحريم الربا والزنا،
وجوب الصلوات الخمس معلوم من الدين بالضرورة، نعم، أو يدرك بالحواس الخمس. تقول اللبن أبيض، مفهوم؟ لأن رأينا اللبن خلاص، نعم. قال قال رحمه الله: كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا ضروري، علم ضروري، نعم. وهذا الذي ينكر أن الصلاة والسلام كافر إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام يبين له، فإن رجع تركنا وإن أصر كفر، نسأل الله عافية السلام. والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. نعم، الثاني من العلوم، الأول اضطراري والثاني عن نظر واستدلال، هذا موقوف على البحث في الأدلة، نعم. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. نعم، يقول هات الدليل، تقول الدليل قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة ليس بالتمويه، نعم. والظن تجويز بين أمرين مرجحا لأحد الأمرين. الراجح، القول الراجح يسمى ظن، والقول المرجوح يسمى وهم، نعم. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، نعم. والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. قلنا استوى الماء والخشبة 50% 50%، نعم. قال رحمه الله: أما أصول الفقه مع الآن تذكر رجع إلى تعريف أصول الفقه. لا إشكال يا إخواننا، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها. يا إخواننا علمنا ونظم لك، وش الإشكال؟ في إشكال؟ يؤخر يقدم جزاه الله خيرا، صح؟ وأنت إذا أردت تنتقد اكتب لنا منظومة مثل هذه، ما تستطيع، مفهوم؟ أي نعم، أخر الآن وبدأ الآن يتكلم في هذا الفن باعتبار هذا لقب لهذا الفن، نعم. أصول الفقه، نعم، تعريف، أنا أعرف، معلش. أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مرة أخرى يا إخوانا، كيف تكتب هذا العلم؟ لقب العلم لابد تعرفه، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن عندنا في هذا الكتاب فهرسة الكتاب كم قسم؟ صحيح هذا